السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناه من اخر خلاص. معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الاربعاء 18/1/2023 بدايه الجوله 14 من الدوري المصري الممتاز. اليوم متابعين الكرام، حرس الحدود خسر من الداخليه 0-1، طلائع الجيش تعادل امام الاسماعيلي 1-1، امبي خسر من فيوتشر 2-3. متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم في الدوري المصري. متصدر الدوري المصري متابعينا الكرام النادي الاهلي المركز الاول 31 نقطه، فيوتشر المركز الثاني 30 نقطه، الزمالك المركز الثالث 26 نقطه، بيراميدز المركز الرابع 24 نقطه، المقاولون العرب المركز الخامس 21 نقطه، غزل المحله المركز السادس 21 نقطه، الاتحاد السكندري المركز السابع 19 نقطه، المصري البورسعيدي المركز الثامن 18 نقطه، اسوان المركز التاسع 17 نقطة، سيراميكا كليوباترا المركز العاشر 16 نقطة، طلائع الجيش المركز 11 14 نقطة، فاركو المركز 12 13 نقطة، سموحة المركز فاركو المركز 12 سموحة المركز 13 13 نقطة، الداخلية المركز 14 13 نقطة، البنك الأهلي المركز 15 12 نقطة، حرس الحدود المركز 16 11 نقطة، إنبي المركز 17 10 نقاط، والإسماعيلي المركز 18 والأخير 8 نقاط. بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدفين احمد الشيخ لاعب غزل المحله سجل 6 اهداف في المركز الثاني، احمد سيد زيزو لاعب الزمالك 5 اهداف، ورفيق كابو لاعب ام في المركز الثالث، احمد ياسر ريال لاعب سموحه كليوباترا 4 اهداف، ومبلولو لاعب الاتحاد السكندري، وفيجر لاقاي لاعب بيراميدز، وجوزيف لاعب المقاولون العرب، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش، ومحمد هلال لاعب البنك الاهلي، وكريم بامبو لاعب البنك الاهلي، وايضا محمد لاعب اسوان، ومصطفى عبد الرؤوف لاعب نادي حرس الحدود، ورزقي حمرون لاعب فاركو، ويوسف نبيه لاعب الزمالك. متابعين الكرام، بالنسبة لصناع الأهداف، متصدر صناعة الأهداف أحمد سيد لاعب الزمالك المركز الأول صنع 8 أهداف في المركز الثاني، أحمد بالحاج لاعب أسوان صنع 6 أهداف في المركز الثالث، محمد شكري لاعب شروق البطل صنع 5 أهداف. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، رقم فيديو آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.